مش هنسى ان انا اوجه كل التحية والتقدير والاحترام باسمي وباسم كل المصريين لأسر الشهداء. يؤكد ان رجال الشرطة واسرهم قدموا تضحيات كبيرة لحفظ امن الوطن في مرحلة دقيقة. مقتل 14 شخصا وإصابة 3 آخرين في تفجير إرهابي استهدف حافلة وسط العاصمة السورية دمشق. خلال مؤتمر عن أفغانستان في روسيا، لافروف يقول إن الاعتراف بطالبان يتوقف على الوفاء بوعودها وتكوين حكومة شاملة. أيها السادة، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وأهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من قناة النيل. وفيها وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لكل أسر الشهداء والمصابين، مشيرا إلى أن الشعب المصري بأكمله قدم التضحيات من أجل بقاء الوطن. جاء ذلك خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، والذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. نتابع. إذانا بضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسة الأمنية والشرطية، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، والذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من الوزراء ورئيس مجلس النواب وقيادات أكاديمية الشرطة وكبار رجال الدولة وأهالي الخريجين. اسمحوا لي أن أنا أتقدم بالتهنئة للضباط الخريجين الجدد والضابطات، ألف مبروك. واسمحوا لي أن أنا أهني الأسر واشكرهم أيضا أن هم قدموا أو بيقدموا أبنائهم وبناتهم عشان يتولوا مهمة عظيمة جدا، هي حماية أمن مصر وسلامة الناس. ودعا الرئيس السيسي الخريجين الجدد إلى أن يكونوا قدوة في أسلوب التعامل مع المواطنين في إنجاز المهام الأمنية والشرطية المكلفين بها. مش هنسى أن أنا وأنا بهني الخريجين الجدد وأقول لهم أنتوا بتتعاملوا مع المواطن وأمنه وسلامته وراحته، فمن فضلكم تذكروا دائما أن أنتم تكونوا قدوة لهم، قدوة في التعامل معهم، قدوة في يعني معالجة المسائل الأمنية والمصالح الخاصة بهم. كما وجه الرئيس بعزف سلام الشهيد في كافة احتفالات الكليات العسكرية بتخريج دفعاتها من الطلبة الجدد، تقديرا وعرفانا بالتضحيات التي قدمها الشهداء من أجل أمن وسلامة الوطن والمواطنين. مش هنسى إن أنا أوجه كل التحية والتقدير والاحترام باسمي وباسم كل المصريين لأسر الشهداء والمصابين كل الأسر وكل الشهداء وكل المصابين من كافة من الشرطة ومن الجيش ومن القضاء ومن طوائف المجتمع المختلفة. والنهاردة يمكن مهم قوي ان احنا نتذكر قد ايه الايام الصعبه اللي مرت على مصر خلال السنين السبعه اللي فاتت، وقد ايه التضحيات اللي قدمها مش الشرطه والجيش، لا الشعب المصري كله. وانا دايما باكد الكلام دوت. وزير الداخليه اللواء محمود توفيق اوضح ان رجال الشرطه يتحلون بالمسؤوليه في اداء الواجب الوطني، مستعرضا جهود الوزاره في مجالات تطوير العنصر البشري والمنظومه الامنيه والتحول الرقمي وحقوق الانسان. تعمل وزاره الداخليه على التطوير والتحديث الشامل للمنظومه الامنيه بما يتيح الاستمرار في التفوق على التحديات. ويشهد الواقع اهتمام الوزارة بالعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لتحقيق أهداف السياسات الأمنية
حيث تنطلق جهود منظومة التعليم والتدريب لإعداد أجيال من رجال الشرطة مزودين بمهارات وقدرات وظيفية متميزة مؤهلة للتعامل المدرك لإمكانيات الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوظيفها في مواجهة كافة صور الجرائم المستحدثة. كما أكد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة خلال كلمته تطوير كافة برامج الكيانات التنظيمية بالأكاديمية بصفة دورية لتواكب كافة التطورات التي تشهدها الساحة الأمنية. كما تم إقامة منشآت تعليمية وتدريبية ومعيشية لزيادة الطاقة الاستيعابية لكلية الشرطة لمواجهة متطلبات الواقع الأمني، وإيمانا من وزارة الداخلية بأهمية توظيف العلم لخدمة أغراض الأمن، فقد أنشئ بأكاديمية الشرطة مركزا للبحوث والدراسات الأمنية يضاهي أحدث مراكز الدراسات الاستراتيجية الدولية بهدف رصد وتحليل المشكلات ذات البعد الأمني وطرح الرؤى العلمية والواقعية وسيناريوهات التعامل المحتملة سعيا نحو الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني. هدية تذكارية. تتمثل الهدية في جدارية تحمل رموزا للمشروعات القومية التي تعبر عن التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في المرحلة الراهنة، يعلوها كلمة الجمهورية الجديدة، ويتصدرها مجسم لنسر وزارة الداخلية يقف باسطا جناحيه فوق خريطة مصر، متأهبا لكل من يحاول النيل من أمن واستقرار الوطن. وقلد الرئيس السيسي أوائل الخريجين من كافة فروع كلية الشرطة والطلبة الوافدين والحاصلين على ليسانس الحقوق والضباط المتخصصين أنواط الامتياز من الطبقة الثانية تقديرا لجهدهم خلال فترة الدراسة. أولى خريجات قسم الضباط المتخصصين نوران حسام الدين محمود عوض الله. أول الطلبة الوافدين ملازم تحت الاختبار عبد المنعم عيسى عبد المنعم الحموز من دولة فلسطين. وفي تقليد جديد شاركت عناصر من خريجات الشرطة النسائية لأول مرة في الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، حيث قدمنا عروضا قتالية متميزة خاصة بالدفاع عن النفس ومهاجمة الخصم واستخدام الأسلحة البيضاء والأدوات القتالية، وعروضا للرماية وتسلق المرتفعات واقتحام الموانع والبؤر الإجرامية. طالبات الكلية وهم يقمن بعمل التشكيلات العنكبوتية، وهي تشكيلات تستخدم في اقتحام أكثر من نافذة في آن واحد. نشاهد من يسار المنصة قدوم وحدة التدخل السريع، تلك القوات التي استحدثتها وزارة الداخلية للتدخل في المواقف الأمنية التي تستوجب سرعة التعامل ودقة التنفيذ، وهي وحدات على درجة عالية من التدريب ومزودة بأحدث المعدات والمركبات التي تمكنها من إحكام السيطرة الأمنية الكاملة. وعلى السيارتين الدوج رام وشاشات العرض نشاهد المجموعات القتالية النسائية التي تم استحداثها وإعدادها لدعم تخصص العمليات الخاصة النسائية المعنية بتأمين الدوائر الأولى بالفعاليات والمؤتمرات النسائية، حيث تم إعدادها على أعلى مستوى تدريبي. وأدى الطلاب تدريبات رياضية وبدنية متميزة. وخلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة عرض فيلم تسجيلي عن كيفية الإعداد لمداهمة منطقة جبلية تتخذها العناصر الإرهابية وكرا لها والقبض على هذه العناصر. وخلال حفل التخرج جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة بين طلاب كلية الشرطة وإلقاء القسم وترديد شعار الكلية العلم الخلق الواجب، ليلتحم الخريجون الجدد من رجال الشرطة مع زملائهم ممن سبقوهم في عهدهم وقسمهم بالزود عن الوطن والدفاع عن شعبه وحفظ أمنه ومقدراته. حقا وطني ما أعظم. على رشوان النيل. We'll be right back.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف، الكاتب الصحفي والباحث في الشأن الدولي. أستاذ جمال، تحية لك. أستاذ جمال، أنت معنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. ثمن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية على صعيد تحديث الخدمات الحكومية لخدمة المواطن المصري في مختلف ربوع الوطن، فضلا عن زيادة الوعي المجتمعي بسبل مواجهة الفساد والتصدي له وتقويض الآثار السلبية له. جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نتائج تقرير المتابعة السنوية عن عام 2020 للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، والذي أعدته هيئة الرقابة الإدارية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلنته مؤخرا. من جانبه أعرب اللواء حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن تقديره لرئيس الوزراء على الدعم المستمر الذي مكن من صدور هذا التقرير بشكل لائق. شدد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماعه مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا على ضرورة أن يكون المؤتمر المقرر عقده بالمستوى المطلوب ويعطي صورة جيدة عن ليبيا. من جانبه أشارت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إلى أن المؤتمر الدولي ينعقد بدعم من الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لمساعدة الليبيين في السير قدما نحو نجاح العملية السياسية وكذا تنظيم انتخابات حرة وشفافة في 24 من ديسمبر عام 2021. قتل 14 شخصا وأصيب 3 آخرون إثر انفجار عبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة تقل جنودا عند جسر بالعاصمة السورية دمشق، بحسب التلفزيون السوري. نتابع. يوم دموي هو الأكثر عنفا منذ سنوات في العاصمة السورية دمشق، فقد انفجرت عبوة ناسفة استهدفت حافلة عسكرية أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 20 شخصا. وقع الانفجار أثناء عبور حافلة تقل أفرادا من الجيش لجسر في وسط دمشق، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، في حين نجحت قوات الأمن في تفكيك عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير. وقعت عدة هجمات هذا العام على مركبات للجيش في شرق سوريا شنها مسلحون يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي، الذين لا يزالون ينشطون في المنطقة الصحراوية مترامية الأطراف. وتراجعت التفجيرات بشكل كبير في الفترة الأخيرة بعدما تمكنت القوات السورية من السيطرة على أحياء في العاصمة كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي منذ عام 2018. من جهته أكد وزير الداخلية السورية اللواء محمد الرحمون أن العمل الإرهابي جرى بعد دحر الإرهاب من غالبية الأراضي السورية، موضحا أنه من لجأ وخطط لهذا الأسلوب كان يرغب في أن يؤذي أكبر عدد ممكن من المواطنين. ودفعت الحرب التي أودت بحياة نحو نصف مليون شخص أكثر من نصف سكان سوريا إلى النزوح داخل سوريا أو التشرد خارجها، واستنزفت الاقتصاد ومقدراته ودمرت البنى التحتية والمرافق الخدمية، وتشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة تفاقمها العقوبات الغربية. بحث الرئيس اللبناني ميشيل عون عملية التفاوض غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين بلاده وإسرائيل مع الوسيط الأمريكي الجديد في المفاوضات السفير أموس هوكشتاين. وعرض الجانبان مستقبل عملية التفاوض التي سبق وأبدى الرئيس اللبناني في يونيو الماضي رغبة بلاده في استمرارها بوساطة أمريكية واستضافة دولية، وذلك بهدف الوصول إلى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنية بالاستناد إلى القوانين الدولية. وقع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، والذي تم مناقشته وإقراره في جلسة تشريعية لمجلس النواب أمس، محيلا القانون الجديد إلى رئاسة مجلس الوزراء مع استعجال إصداره وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور. وتتضمن التعديلات تقديم موعد الانتخابات النيابية المقبلة إلى 27 من شهر مارس المقبل بدلا من مايو، كما أقر القانون عطاء الحق للمغتربين للاقتراع في الخارج مثل الداخل لاختيار جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 128 عضوا.
أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم عدم إصدار أي قرار من الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص نتائج هذه الانتخابات حتى الآن. وأوضح المجلس أن الآلية التي يتعامل بها مجلس القضاء مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات تتم بموجب القانون من خلال تقديم طلب من قبل المعترض على النتائج إلى مجلس المفوضين، يتضمن الاعتراض على النتائج ويطلب إعادة احتساب أصواته أو أي طلب آخر، وأن مجلس المفوضين يدقق الطلب حسب الأدلة المقدمة أو يصدر قرارا إيجابيا بالاستجابة للطلب أو سلبيا برفضه. أعلنت مصادر ميدانية يمنية اليوم انطلاق عملية عسكرية من جانب القوات اليمنية غربية محافظة شبوة. وقالت المصادر إن العملية العسكرية انطلقت عبر محوري العلم والصفراء وسط أنباء عن تقدم للقوات، مضيفة أنها تمكنت من استعادة معسكر اللواء 163 مشاة الذي سيطر عليه الحوثيون في الأسابيع الماضية. من جانبه تفقد مستشار وزير الدفاع في الحكومة اليمنية اللواء الركن محمد الحبيشي في وقت سابق الخطوط الأمامية لجبهة الصفراء بمديرية بيحان غرب شبوة واطلع على أوضاع المقاتلين. أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي دعم البرلمان للشرعية اليمنية في حربها التي تخوضها ضد إرهاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشددا على ضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة اليمنية وصولا إلى تسوية شاملة وفق المرجعيات الأساسية المتفق عليها. وشدد العسومي على موقف البرلمان العربي الثابت في مؤازرة ودعم وحدة اليمن واستقلاله وسيادته بعيدا عن التدخلات الأجنبية، مؤكدا أن اليمن هو أحد ركائز الأمن القومي العربي. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاعتراف بطالبان ليس على جدول أعمال مؤتمر صيغة موسكو حول أفغانستان، والذي تعقد الجلسة الثالثة من مشاورته اليوم بالعاصمة موسكو. وقال لافروف إنه يتعين على طالبان الوفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم عندما وصلوا إلى السلطة، والتي تمثلت في تكوين حكومة شاملة. الجولة الثالثة من مشاورات موسكو حول أفغانستان في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة ممثلي 10 دول في المنطقة، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من حركة طالبان. ويتمثل الهدف الرئيسي من المشاورات في تسهيل عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان والجهود المبذولة لإحلال السلام في البلاد في أسرع وقت ممكن وتشكيل الحكومة الجديدة، فضلا عن دور المجتمع الدولي في كبح جماح الأزمة الإنسانية في أفغانستان. يقع على عاتق حركة طالبان مهام كبيرة بعد توليها قيادة الحكومة، أخذين في الاعتبار الجهود التي تقوم بها من أجل استقرار الوضع العسكري والسياسي في البلاد وتشكيل الحكومة، لكن مهمة تطوير العملية الأمنية في أفغانستان لا تزال مطروحة على الطاولة، وأهم عنصر نجاحها هو تشكيل حكومة شاملة تمثل كل فئات المجتمع وكل القوى السياسية في البلاد. وتبادل المبعوثون الرؤى حول التهديدات الأمنية التي طالما تواجهها أفغانستان، كما عبروا عن رغبتهم في تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية العاجلة إلى أفغانستان. ودعت روسيا الولايات المتحدة للمشاركة في المحادثات في موسكو، في حين ذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن واشنطن ليست على استعداد للمشاركة في المحادثات بسبب صعوبات لوجستية، رغم أنها تدعم تلك الخطوة. نأسف لعدم مشاركة نظرائنا الأمريكيين هذه المرة، وأحد الأسباب المحتملة هو استبدال المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، ولذا نأمل بأن تظل الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة العمل على المسار الأفغاني وأن ينضم المبعوث الخاص الجديد إلى الجهود، بما في ذلك الجهود التي ستبذل بعد اجتماع موسكو في سياق تنفيذ الاتفاقات التي سنتوصل إليها. كانت أول مشاورات قد عقدت في موسكو بشأن أفغانستان في عام 2017 على أساس آلية سداسية تضم المبعوثين الخاصين لروسيا وأفغانستان والهند وإيران والصين وباكستان. انفجرت قنبلة يدوية الصنع اليوم أمام مقر حرس الحدود بالعاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن إصابة 2 من أفراد أمن. وذكرت وكالة الأنباء الأفغانية أن الانفجار وقع في منطقة ديت مازانج بوسط المدينة أمام مقر حرس الحدود، عندما ألقى شخص قنبلة يدوية داخل سيارة تابعة لمسلحي طالبان أثناء مرورها.
أفاد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الأربعاء جلسة طارئة لبحث استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ. كانت بيونغ يانغ قد أعلنت اليوم أنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ باليستي من طراز جديد، وقالت إنه يتمتع بالكثير من التقنيات المتطورة في مجالي التحكم والتوجيه. في ثامن تجربة صاروخية كبرى هذا العام، أعلنت كوريا الشمالية إجراءها بنجاح، تجربة إطلاق لنوع جديد من الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات قبالة ساحلها الشرقي. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن أكاديمية علوم الدفاع الوطنية أجرت تجربة إطلاق من غواصة، وهو أول صاروخ باليستي يطلق من غواصة بنجاح منذ 5 سنوات لإظهار القوة العسكرية لكوريا الشمالية. وبعد ساعات من الإطلاق، قال رئيس كوريا الجنوبية مونغ جي إن إن ضمان السلام هو سبب قيام كوريا الجنوبية ببناء قدرات دفاعية قوية، حيث تسعى البلاد إلى بناء جيش قائم على أحدث العلوم والتكنولوجيا وسط التطوير الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية. الولايات المتحدة الأمريكية كان لها رد فعل سريع، حيث أدنت الخارجية الأمريكية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق بحر اليابان، واعتبرته انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، داعية بيونغ يانغ إلى الامتناع عن مزيد من الاستفزازات والانخراط في حوار مشترك. جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتعامل مع كوريا الشمالية في أي وقت وفي أي مكان ودون شروط مسبقة، مؤكدة أن التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية أكدت الحاجة الملحة للحوار والدبلوماسية مع هذه الدولة المنعزلة، وجددت التأكيد على التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان والتعاون الوثيق مع حلفائها. من جانبه، طالب وزير خارجية الصين كوريا الشمالية بضرورة ضبط النفس بعد عملية الإطلاق، داعيا إياها بأن تسلك الطريق الصحيح لاستكمال المحادثات في هذا الشأن. لقد قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخها في وقت حرج للغاية، وعلى جميع الأطراف النظر إلى الموقف ككل والتحلي بضبط النفس والسعي إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والتوجه للطريق الصحيح لاستكمال الحوار. اليابان بدورها أعربت عن أسفها تجاه ما أقدمت عليه كوريا الشمالية، حيث وصف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إطلاق صاروخين باليستيين على بحر اليابان بأنه مؤسف للغاية. الأمر مؤسف للغاية مع استمرار كوريا في إطلاق صواريخ باليستية منذ الشهر الماضي، لكن لا يمكن التنبؤ بنواياها، وعلينا بذل المزيد من الجهد في إحكام السيطرة على الموقف. وتواصل الحكومة اليابانية إدانتها بشدة استمرار كوريا الشمالية في تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية، ووصفتها بأنها تهدد سلامة اليابان والمنطقة، كما تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي. ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 241 مليونا ونصف المليون حالة، كما اقترب إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم من 5 ملايين حالة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي فيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي الإصابات بها أكثر من 45 مليون حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى أكثر من 727 ألف حالة. طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعطاء إجازة مدفوعة تبدأ من 30 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع للسكان في روسيا لمحاولة كبح الموجة المميتة من وباء كوفيد-19. يأتي هذا بينما سجلت روسيا عددا قياسيا جديدا للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، بلغ 1028 حالة وفاة، بينما بلغت الإصابات أكثر من 34 ألف إصابة جديدة في يوم واحد. ذكر مدير أحد أجهزة النظام الصحي في بريطانيا أن النظام الصحي الوطني على حافة الانهيار في عدة مناطق في بريطانيا، حيث تزداد الضغوط على النظام الصحي مع اقتراب فصل الشتاء. وسجلت بريطانيا 223 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى معدل يومي في بريطانيا منذ مارس الماضي،
كما أنها تعتبر أعلى معدل في أوروبا. كان رئيس الوزراء بوريس جونسون رفع كافة القيود والإجراءات الاحترازية في بريطانيا، إلا أنه أبقى على ارتداء الكمامة بشكل اختياري، وهو إجراء شائع في كافة أنحاء أوروبا. نتحول إلى تونس، حيث انطلقت أعمال الدورة 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بمشاركة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، حيث تم تكريم عدد من الشخصيات الإعلامية بالوطن العربي. نتابع. بين فن وإبداع وألق وازدهار يجتمع الأشقاء العرب في تونس التي تحتضن أعمال دورة 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وذلك بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، والمقرر أن تستمر حتى يوم 22 من هذا الشهر بمشاركة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين. المهرجان بدأ بعرض برامج وثائقية تعبر عن الأصالة والعراقة العربية بعدد من الدول العربية، تلاه تكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت بتعزيز دور العمل العربي المشترك، كان أبرزهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. المهرجان الذي شارك فيه ممثلون عن الهيئات الأعضاء في الاتحاد من ذوي الاختصاص شهد أيضا تكريم عدد من الشخصيات الإعلامية التي أسهمت في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي. يهدف المهرجان إلى المساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ورفع مستواه على النحو الذي يلبي تطلعات الهيئات الأعضاء والمبادئ تعمل من أجلها، وكذلك رصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان. تكرم في هذه اللحظات من خلال الأستاذة نهال عنبر. افتتح بدار الأوبرا المصرية معرض أوتار الفني التشكيلي للفنانة اليمنية سبأ، والذي يضم حوالي 90 لوحة زيتية تدعو للأمل والسلام. نتابع. سبأ فنانة تشكيلية يمنية تدخل عوالم الشغف بالفن التشكيلي، عوالم التعبير بالألوان، لتشغل هذه المساحة من الإبداع في معرض فني تشكيلي بدار الأوبرا. اللوحات يعني خامتين، في ألوان زيتية على الكانفاس، وفي نسخ مطبوعة من أعمال كنت رسمتها على دخان الحرب. يعني أول ما بدأت الحرب أنا كنت برسم على صور الحرب، كان في صور بتتنشر الدخان اللي بعد الانفجار بعد القصف، كنت برسم عليها صور عن السلام والمحبة، يعني صور يعني كأنها بتنادي للحب وتنادي للتعايش من جديد. حكاية اللوحات هنا تعني الكثير، ليس مجرد الاختلاف في مقتبل العمر لفنانة شابة، بل امتدت لتعكس موروثات يمنية وحياة اجتماعية وسياسية لشعب بأكمله. هي أكثر اللوحات اللي أنا بحبها عندما بكت صنعاء، هي يعني بتتكلم عن الوجع اللي بتمر به بلادنا، إنه احنا بنزعل عليها كل يوم وبتبكي كل يوم، بس بنحاول احنا نتجاوز. يعني في شمعة في اللوحة انه كمان في امل، صح انه ليل وانه المدينة يعني شكلها بتبكي، بس انه ما زال في امل. هي اقرب وحدة لي واشتغلتها بحب، ويعني فضلت كثير وانا جالسة ارسمها، يعني فهي بتعني لي الكثير بصراحة. عبرت عما يقول بخاطر ابناء الشعب اليمني سواء في حالة الحرب أو في حالة السلم. معظم اللوحات بتعبر عن المعاناة التي يعانيها أطفال اليمن وشعب اليمن جراء الحرب المستمرة من عام 2014 حتى الآن، وهناك لوحات أيضا تعبر عن رغبتهم في السلام والرغبة في إنهاء هذه الحرب. لوحات المعرض لاقت استحسانا من الجمهور. طبعا الفنانة سبأ لديها رؤية خاصة، أنها دائما تصنع الأمل من الألم ومن الحزن ومن المعاناة. تنوعت لوحاتها بشكل كبير، وهي فنانة متميزة ولديها
أسلوب مميز يؤهلها أن تكون من أهم الفنانين التشكيليين إن شاء الله مستقبلا. المعرض يضم حوالي 90 لوحة زيتية تدعو للأمل والسلام، وتضيف بعض اللمسات الفنية بأشكالها المختلفة، ويستمر المعرض حتى 21 من أكتوبر الجاري. هكذا كانت حكايتها مع الأنامل والورق لترسم أكثر من 90 لوحة تجسد الأمل والسلام رغم المعاناة، وتعكس مشاعر الفنان تجاه الذات والآخرين. ولاء الحديني، النيل. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن بلاده لا تسعى لردى الصين وقمعها. والآن مشاهدينا الكرام، هذه الوقفة الاقتصادية مع الزميل محمد عبد الحكم. إليك زميلي محمد. شكرا عمرو، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية. أبرز ما فيها: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الدلتا الجديدة. ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الدلتا الجديدة بحضور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى متابعة ما تم تنفيذه في هذا المشروع القومي الذي يحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشدد مدبولي على أن الدولة تسعى من خلال مشروع الدلتا الجديدة إلى تحقيق الأمن الغذائي والحد من استيراد السلع الاستراتيجية، إلى جانب إضافة مساحات زراعية جديدة وتوفير أنشطة متعلقة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق معدلات نمو عالية في ظل تحديات وظروف استثنائية، لا سيما في ظل ما تشهده من زيادة سكانية تصل إلى 2 مليون نسمة سنويا تقريبا، وما يتطلبه ذلك من توفير خدمات وفرص عمل وغيرها، لافتا إلى أن القطاع الخاص كان وما زال عنصرا أساسيا وفاعلا في عملية التنمية الاقتصادية وشريكا رئيسيا للدولة في العديد من المشروعات القومية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مع ألان بيلو نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقالت وزيرة التعاون الدولي إن مصر لا تزال تحتل المركز الأول كأكبر دولة لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بمحفظة استثمارية تصل إلى 1.5 مليار دولار. قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر إنه تم تخصيص أكثر من 7650 كيلو متر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح شاكر أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يمكنها إنتاج ما يصل إلى حوالي 90 جيجا وات من طاقتي الرياح والشمس. جاء ذلك خلال اجتماع مع مسؤول شركة كيلا باور العالمية لبحث سبل الدعم وتعزيز التعاون في مجال محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح. بحث المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع عدد من الشركات الإماراتية تنفيذ استثمارات جديدة بمصر. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس هيئة الاستثمار في فعاليات مؤتمر الاستثمار الدولي في دورته 25 بدبي، والذي تنظمه الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار. وعلى هامش الزيارة التقى المستشار محمد عبد الوهاب بالمدير الإقليمي لمجموعة كوردوكس الإماراتية لبحث تنفيذ مشروعات جديدة في مصر في مجال إنتاج معدات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.
أكد وزير الإسكان عاصم الجزر أنه يجب إدارة وتشغيل مشروع الحدائق المركزية كابيتال بارك على أعلى مستوى لإدارة المشروعات المثيلة على مستوى العالم. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير لاستعراض مقترحات تشغيل وإدارة المشروع والفرص الاستثمارية المتاحة بحضور مسؤولي الوزارة. وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على توجيه الدعوة لكبرى الكيانات المصرية والعالمية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمشروع، حيث تعتبر أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كيلومترات وبمساحة تصل إلى 1000 فدان. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي الأربعاء وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب والعرب. قابلتها عمليات شراء للمستثمرين المصريين، وزاد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بقرابة 8.5 مليار جنيه ليصل إلى 742.1 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بنحو 4.8 مليار جنيه. وتراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 56%. كما هبط مؤشر إي جي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.7%. كشفت بيانات جمارك أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، احتفظت بمكانتها كأهم مورد للخام إلى الصين للشهر العاشر في سبتمبر، ورفعت الإمدادات 2% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي الشحنات السعودية 1.9 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية. وانخفضت الشحنات من روسيا ثاني أكبر مورد للخام إلى الصين بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي. توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى 12.9% في عام 2021 ووصول إلى 8.8% في عام 2022. وكشف أحدث تقرير لأفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى عن زيادة توقعات نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب1% ليصل إلى 4.1% في عام 2020 وب 4% إلى 4.1% في 2022. وأوضح التقرير أن إجمالي الدين للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستتخطى 100% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. نهاية الوقفة الاقتصادية، نعود من جديد إلى زميل عمرو. إليك عمرو. شكرا زميلي محمد، نعود مع حضراتكم مرة أخرى إلى أخبار السياسة. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى رضا الصين وقمعها، موضحة أنها لا تطلب من الدول المتحالفة الاختيار بينهما. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لبلينكن مع نظيره الإكوادوري ماويريسيو مونتالفو في العاصمة كيتو. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنه لا يطلب من الدول الاختيار بين واشنطن وبكين. أعلن مركز إدارة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين روسيتين رافقتا قاذفتين أمريكيتين استراتيجيتين فوق البحر الأسود ومنعتهما من انتهاك المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود. وذكر بيان لمركز إدارة الدفاع الوطني الروسي أن الرادارات الروسية رصدت أهدافا فوق البحر الأسود كانت تقترب من الحدود الروسية. ونوه المركز الروسي في بيانه إلى أنه بعد خروج الطائرات العسكرية الأجنبية من حدود الدولة الروسية عادت المقاتلات الروسية إلى قاعدتها ولم يسمح بانتهاك الحدود. النشرة متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. مقتل 34 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في شمال الهند. في الهند لقي 34 شخصا على الأقل حتفهم بعد هطول غزي
أمطار غزيرة على ولاية أوتار كاند بشمال الهند استمر أياما، فيما يواصل رجال الإنقاذ العمل لانتشال من تقطعت بهم السبل. وقال رئيس وزراء الولاية إن هناك خسائر فادحة بسبب الفيضانات حيث أنها دمرت المحاصيل، وأضاف أن السكان يواجهون الكثير من المشاكل والطرق تغمرها المياه والتي جرفت الجسور. وأدت الأمطار الغزيرة غير الموسمية في جميع أنحاء الهند إلى فيضانات مميتة في عدة مناطق من البلاد في الأيام الأخيرة. ثار بركان جبل آسو في مقاطعة كومامتو الواقع في جنوب غرب اليابان، وارتفعت الأعمدة للدخان والغبار لمسافة 3.5 كيلومتر، وتناثرت الحجارة في دائرة نصف قطرها كيلومتر. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد سكان المنطقة المحيطة في كيوشو الجزيرة الرئيسية في جنوب غرب اليابان من الاقتراب من البركان الذي يصل ارتفاعه إلى 1592 مترا. وفي ختام الجولة الإخبارية إلى حضراتكم بيان بدرجة الحرارة في العواصم العالمية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. مش هنسى إن أنا أوجه كل التحية والتقدير والإحترام باسمي وباسم كل المصريين. الرئيس السيسي يؤكد أن رجال الشرطة وأسرهم قدموا تضحيات كبيرة لحفظ أمن الوطن في مرحلة دقيقة. مقتل 14 شخصا وإصابة 3 آخرين في تفجير إرهابي استهدف حافلة وسط العاصمة السورية دمشق. وخلال مؤتمر عن أفغانستان في روسيا، لافروف يقول إن الاعتراف بطالبان يتوقف على الوفاء بوعودها وتكوين حكومة شاملة. نايل دوت جي المزيد دائما من الأخبار. دمتم في أمان الله.